الحمد لله الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، 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 واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ ليلة الدرس 37. الحمد لله رب العالمين. 38 من شرح الأقدري. 38 اللي منكم عنده هاتف يقولوا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بيان حكم تأخير الصلاة عن الوقت. ومرجع الصلاة للضروري عظم بذنبه سوى المعذور. ومرجع الله نبدأ على بركة الله. حرام بإجماع المسلمين أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من غير عذر كمرض مانع يتهيأ يكان قد يشوف والله راقد حكم الرقاد والله ساهي والله عاجز معناها ذم مسألة مانعته ما هو قاد يعد اي رقاش اخر صرانين وخل وقته هو عنده عقل وعنده امكانيات وما معه من شيء. قال بعض العلماء بانه قد خرج من الاسلام والعياذ بالله. وقال بعضهم عصى معصية من اكبر الكبائر. انه عصى معصية ما جيت قدر بقدر. طائفة من العلماء قالت ان حد ترك الصلاة وحده لانه خلقتها لانه يخرج من الاسلام والعياذ بالله. شنو دليلهم؟ ما يوفى دليلهم من القرآن هو قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
العي قيل واد في النار تتعود النار منه. النار تسأل مولانا يسلكها من ذاك الواد. وقيل موضع في النار يجمع فيه ما يسيل من أجواف المعذبين، انسسهم وابوالهم وقيحهم وصديدهم، انه يندار في تارك الصلاة ياكي تم يشرب له ذاك ويلوض ذاك، نوع من العذاب والتحقير. وقيل وراء ذلك الدليل على انه كافر، لانه قال الا من تاب وامن، قالوا دعاة لا معصية ما يقول معها آمن، فكلمة آمن أو رضيعوا الصلاة أضاعوا الصلاة استدل بها بعض العلماء على أن تارك الصلاة من غير عذر كافر. يمرق من الإسلام. واستدلوا عليها بقول الله تعالى عن أهل النار أنهم يوم القيامة تعدل معاهم مقابلة، مقابلة من ما هم الصحابة ولا هم الحد يعرفهم ما الله يعرفوه. النار باركية والجنة بينها شكي حيط من الزجاج، تعرفوا المرأي الجنة والنار بيناتهم شي ساد بيناتهم على شكل حيط يغير من الزجاج من المرأي. اهل النار يراعوا في اهل الجنة يطوشوا، وراعوا في جماعتهم وراعوا في الملائكة اللي يدخلوا عليهم بكرة وعشية، يا غير ما يجوبوا قد مثقال يرى من برود الجنة ولاش من نعيمها. وهل الجنة يراعوا فهر النار ترفدهم أمواج النار كيف لقاه قارق في البحر ترفد الأمواج، هي اللي شير القرآن اللي هيقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها ترفد الموجة شهام وينبرز، يا هو ملك فوق ورافد مرصبة من الحدي عند منين رقب راسه هام ويوخر مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها ينضرب منين يدخل في طبقات التعب، وهي تفور تفور المرجان الجادي اللي ماهي الطاير قاع على المبدي، وهي تفور تكاد تميز من الغير تكاد تعود النار لهي الطائر بعدها عن بعض بيله، ومخلوق والعيال بالله مديور في الجو ساءت مستقرا ومقيلا دقيقة منها ما تقدر. يعود ولا اللهم من والدينا وأحبابنا، يعود وهالجنة متقابلين مع أهل النار وهالنار متقابلين وبيناتهم حيط من المرأي، هي اللي الشير مولانا لبعض ذاك يقول ضرب بينهم بسور درنا بيناتهم شكيل حيط، له باب معناها من زر، له باب باطنه فيها الرحمة لكن جهة جهة الرحمة والجنة، وظاهره من قبله العذاب، والزر الآخر متقابل مع النار. إلين عدوة الجنة يختار ويطلع له النار لا يوقف الواحد يقول له ما راح يقف لا، وأهل النار يعود ويختار ويعرفوا أهل الجنة يتمونين يوقف واحد في النار يقول يقف لا مول فلان كنت نعرف، هي اللي يقول مولانا على أهل النار قال هل أنتم مطلعون، وهاو معايا يقولوا واحد من أهل الجنة يقول لأصحابه يقول لهم حق الله أعطونا العدل ونزاهة نوقفوا من قدر حيطني شوف، وحدين كانوا ما يخلون يقول كلمة الحق وكانوا يعجبوني على الدين وكانوا ماكنين فيا ولين يصدق يقولوا لي تلي تفقر، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه شاف من أياد ملكان دايما ما كان فيه ما يخليه يتبع الحق، فرآه في سواء الجحيم قالت الله معناها والله يعطيك دخل اللي بعد انك ضيعتني كنت لا يتوقعني في اللي وقعت انت فيه، قالت الله ان كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا ان مولانا ثبتني على الحق ترى يضيعني، يا مولانا
لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم أشبه وهذا والله لا يخر. لا إله إلا الله. أهل النار أجارنا الله منها ومن عيابه ومن غضبه ومن بلائه ومن مكره ومن سوء قضائه ومن كل مكروه أحاط به علمه من دنيا ولا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين إن يطوشنوا الجنة ويصيبوا بالهم ويفلسوا على المولانا راضي. يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يقول واعطونا نعرف اهل النار مردتهم شن يفتح لهم الخط قال لهم تفطروا اللي بكم قال كلمة دور يسمعوها في النار حالا ولين يقولوا اهل النار كلمة دور تسمعوها انتم اهل الجنة. قال مولانا في جنات يتساءلون عن المجرمين إن قال لهم تفضلوا اطرحوا الأسئلة يقول لهم ما سلككم يا أهل النار كنتم عانى في الدنيا لا طيحكم في النار شم يقول لهم نقول لكم الأخبار قبل لمنكم من المصلين أول مسألة جبروها أنها ما تقرب عند مولانا هو النصر ما في الجوفة ولذلك موريتاني كانت لباس بها إن قال لك شيء ندي ما يلحق الصلاة هذه كلمة دل على موريتاني هذه كانت فيها اسم الخير واحد يعود فاسق واحد يعود مخزي ومخسر أخبار يعني أنت تلحق الصلاة يقوم عليه العياط شيء ندي ما يلحق الصلاة الصلاة ما فيها الجو قوم لا ترقد النهون دتاك ما صليت تدفع بيه قوم يمرمر من تحت النصر ما تلحق عند منين يقولوا لهم انتم ايه تومركم النار جاركم لها يقول لهم لمنكم من المصلين فسروها العلماء بتفسيرين كبار بعض زم تفسير اخرى ربما يعني عندها تفسيرتين لمنكم من المصلين هذه الكلمة عندها معنى ايه واحد منهم قال لهم انهم ما كانوا يصلوا ما كانوا قاعد يصلوا الطائفة الاخرى قالت لها مع لاكثير معنى آخر يمنكم من المصلين معناها أنهم العياذ بالله والسايهم يتدرباوا في النار بيهم اللي كانوا صلوا يغرماهوا في الجماعة ولحقوا قاع الصلاة في الجماعة هرمات ما يجد حد يتخلف عن جماعة يكون يعود ما عنده مشكلة ما وقد يصل استدلوا عليها قالوا لعاد وكانوا لا ما يصلوا يتعود القرآن قال قالوا لم نكن نصلي وانهم ما قالوا لم نكن نصلي قالوا لم نكن من المصلين معناها نصلوا يا غير ما نمع المصلين نصلوا حدنا قالوا اذا نرجاهم من المشاكل هو انهم يصلوا دائما وحد وحد يعيط له دائما حي على الصلاة ما يجي لك ما يسلم كان الصحابة زمنهم يريد الواحد منهم يتخلف عن المسيد يقول الصحابة سولون عخونا ما صلى في المسيد احتمالات الله لازم وحده سافر نسأل الله السلامة وحده لعله مريض يا الله نعيدوه نعرفه شو ماسي وحده ما رأيناه في السنتين يحق مباشرة انه منافق ما يجد يتخلف إلا لمرض أو سفر أو هو منافق لمسيدني يفقد فيه رجال ألا فهم ضرورة حاكمة والله نفاق وكان الراجل يعود شيباني يهتهت يجوا فارقين بها رجالة من الصحابة وهو يهتهت لا يطيح يريد يوقفه في الصف ما يجد يتخلف عن الجماعة وقال بعض العلماء على انها مولاها المخلوق ليسمع النداء ولا يجي على انه يوم القيامة الناس نحصر في المحشر وتمر خلق جفوت وهذه الاخرة سالم مولانا نجينا من الاخرة
الا يجعلنا سامعين بها له الا يلقى المولانا عن الذين سبقتهم اولئك عنها مبعدون ولا يسمعوا صوتها قاع انهم تموا يبعدوا يبعدوا ينعاد الزهير هقع ما يسمعوه لعل الواحد يخلع لا يسمعون حاسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم لا يحزنهم الفزع الاكبر ولعل الواحد يتخمم شوي لاني مزقنا الراس يخلع يا مولانا شلا يتعلم يجيه وفد الملائكة يقول له وتترقاهم الملائكة وهذا يومكم هذا نهار اللهم امين الله يا رب جعلنا منهم والدين واحبابا واللي نبقوه ليبقينا الخير وعامة في اهل لا اله الا الله يقول لهم هذا يومكم هذا هو كنتم خالعين منه التالي ما قولي تنخلعوا اليوم هذا يومكم الذي كنت تعدوا ما تسمعوا لك موريتانيين قال يا خي ما خلى بجابر نهارك يا خي هذا نهارك يا خي هذا هو يومكم الذي كنتم توعدون هذا هو نهاركم اللي كنتم تشتغلون في الدنيا خممكم ما فيكم قاعدين تشتغلوا قالوا لهم يتم الناس حاصره في المحشر اللي يجيهم هاي الاخره اللي يسر لمولانا ان شاء الله دور انت من عددكم دروس في الاخره في اللي نعرفوا احنا اللي قدامنا الشروقه واللي نجبر وقت اخر تم نتكلم لكم في السيره اللي نعرفوا احنا من ينعر الصحابه وانتم مرة نجيبوا دروس عن الصالحين قاعد معهم صحابة يكاننا نعرفوا بعد جاع أولئك الذين هدى الله يكاننا قاعد اقتدينا بهم الله صدينا على الجاغراء هذا الدين ما تترك منه في الكما وهرت فيك مجاجر ولا خالق في منه ما فقير له المخلوق ماذا محيا يقوي بها إيمانه ويقوي بها عزيمته ويصحح بها الطريق اللهم آمين يا غير يسلمكم لا تفتروني اكثر من اللي فتران ذي بردوا علي خفوا علي كان قد نتابع معاكم واحد منكم يظل واحد في جارته عمله ولين يجي في الليل قال ما قال له لابد مني استريع عرفوني انا ملي مخلوق وضعيف لابد لي من استريع ولا قلبت فيا نفسي وتعبت حتى خلوني جو من قدر استراح لا يتم الواحد منكم الا عدى الغايت وانا حمار صاري وتعود انتم مهل بلي بط 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 بطني يبرك يا ابو الرحمن هك الناس ياسر من هذه قلة الادب يتحامل مع المدرس الا مو لغايته الورقه المعلومه اللي عدلها لا يصبها على النار والسندر اللي عدله لا يضوي به الحرك هاي كلها الحريق عود الناس في المحشر يا رجال سالي مولانا اللي جمعنا في بيت الميول ما اننا متعارفين ولا موخضيننا بلاغات ولا داعيتنا دولة ولا شعب وهالمحاضرات تعدل لهم البيانات والبلاغات والإرشادات والإعلانات واحد منكم يشك من أبعد المناطق ويتحمل كلام الباص والبيت ساري متعرض للنصوص إذا كانوا يسمع لي الكلمة سالي مولانا يجعلها نولكم نجاة وهداية وتوفيقا وتسديدا وننين نلقاو بها الملك نلحبوها صراص بطاقة تأمين المحشر المحشر خارج الكتبة فيه عود الواحد منكم ما قد تسمع به وانا كيف تكون كتباني سامع به الناس انت محاصرانين في مرحلة من المراحل هو يوم مقداره 50,000 سنة خرصوا لي نمر الزمن معناها انه فيه معارك لا تنتهي اللي تتخطاك مردة يرقب عليك نوذها وهي اللي مولاه هذا الكتاب اللي شايف من عنده كلامه ألا أنذرهم يوم الحسرة يوم الأزفة يوم يذن تعرضوا يوم تهلوا كل مرضعة عما أرضع يوم القيامة يوم ولاني تسمع يوم يقوم التعمار ورف هذا من يوم من ملك العزيز الجبار تخلع تم الناس حاصرة في المحشر
إن يجيب خبر من مولانا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. كل حد كان شيء عبده يا الله يمشي معاه. لنعرض على المخلوق ذاك اللي كان في قلبه. إلى عاد مولانا كان فاهم أنه أرجل. والله نتصور أنه حجر. والله نتصور أنه من الدخرة. هيك الحالة اللي في قلبه اللي ما مطلع عليها ملك مقرب. يتم أن تتحتر الحالة اللي كان معدل أنها ربه. اللي يعبد الأحجار واللي يعبد البحار واللي يعبد الشمس. وكلها ترصق في الوالد تقول هذا ربها. ينيت مصالهم ذا المحشر ولا تبقى في ما وجماعة ما ياسر. اللهم آمين. أنهم يجيهم يجوهم ملائكة تقريبا ويقولوا لهم انتوا أماركم ما تمشوا ربكم أهركم ما ريتوه. يقولوا لهم أنا الله ربنا ما فات جانا. واللي نحرط كامل في المحشر ما فيه ربنا. يقول لهم انتوا ما تعرفوا ربكم. يقولوا له والله. يقول لهم تعرفوه باش. يقول لهم إذا جلى لنا نفسه عرفنا. إن يشوفوه نعرفوه يا غير ما نقدر نوصفوه. يا غير يشوفوه ما يلتبس عينه هو غير رب العالم. إنهم يتموا في حصرتهم ذيك. إن يكشفوا لهم رب العالمين عن وجه الكل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء بعد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كثيرا. الله أكبر دائما وأبدا. إن قال لهم رب العالمين لا إله إلا الله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. يأتي ربك عند من يشوفوا جميع عباد الله يبطلوا السجدة في المحشر. ما فيهم أحد جواد. ما يبقى مخلوق شاء لا يرى إلى وجه الملك الأعلى ما جبت سجد. يبقوا المنافقين ويبقوا وحدين ما كانوا يصلوا في الجماعة. الناس اللي ما كانوا تصلي في الجماعة جهامة تسجد. ينعقدوا ظهرها يجعلوا مولانا الصافية ما تروا قدوا يهنا. يحكمهم المليك ما يبقى ظهر مخلوق متخلف عن الجماعة. ما هم يسجد هو وهو على الصافية حجرة. هي اللي قالوا انها واردة فيها قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة واحد يليل ما هو قاد يعرف سواسي. ترهقهم ذله ذليل شاعر بالنخلاء. هي اللي علق عليها القرآن قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان يعيط ويحبر المسيب مابي. لا إله إلا الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. خلي يا رسول الله لا تتوجه فيه. خليني نعاقبهم ونتقمهم. هذا اللي ارسل به الجاه عبد مولانا مرة يرتد عليه ربي دل على قام مقامه عند الله. قال له ذرني خلي بين على العصاة لا تتوجه فيهم. أنا نبقي أخلاقك يا غير أن الملك جبار. لا بد من فطر العصاة يا ما هو طفقة. مرة يرني ومن خلقت وحيدة. ومرة يرني ومن يكذب بهذا الحديث. خلي بيني معاهم لا تتوجهني. وجهك عظيم ومنزلتك عظيمة ولكن الملك الأعظم وهؤلاء كفروا بي. لكن قال إبراهيم خليل الرحمن اللي جلاه يتوجه في أم تروط. قالوا يا إبراهيم واعرض عن هذا. وجاء تكبير عند مولانا يا غير إنهم آتيهم عذاب غير مردود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بها نلقى. لا إله إلا الله بها ننال رضاك.
لا إله إلا الله بها نفوس عند لقائك، لا إله إلا الله دائما وأبدا، لا إله إلا الله في الحياة، ولا إله إلا الله عند الممات، ولا إله إلا الله بها يجنبنا الله الآفات، لا إله إلا الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما يوجع أعظم ولا خاسر في شيء، يغار يسمع حج على الصلاة كأن لم يسمع. ما سلككم في سقر ثم طيحكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما كانوا يصلوا؟ والله كانوا يصلوا يغيروا حد. في زلزال وقع في دولة فدمرها تدميرا ولم يبق منها إلا القليل، فلما وصل إلى المسجد توقف. زلزال علقت عليه وسائل الإعلام. في إندونيسيا وقع طوفان كاد أن يقتل الأحياء وأن يقضي على الأخضر واليابس. عادت الناس اللي تدفع رافدتها مواج المياه، تلحق المسيح تلحق الملك مخفض عنه درجة المياه. في إندونيسيا والزلزال في الجزائر، زلزال مدينة الأصنام، الأرض كانت تدمر والمساجد مشيدة لأنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. معناها يا عباد الله يا الله ديارنا يعود يذكر فيها اسم الله كثيرا، يا الله يعود باتقنا يذكر فيها اسم الله كثيرا، يا الله بروحات إلى ولا للبلاء فهو قدام دفاع الله الناس قدام الشرد عليه. قالوا العلماء هذه لا يرقتركم أضاعوا الصلاة اللي تلبث لا إلا من تاب وآمن، وهذه الأخرى للمدرمين في جنات يتساءلون عن المدرمين ما سلككم في سقر. أول مسألة قالوا لهم أنها عذبهم عليها مولانا عذاب النقرة، قالوا لهم لو نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال مولانا ولا ينفع فيهم وجاهة نبي ولا ملك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال لهم مليين عدلوا للقضية يعودوا قاع التذكرة مثلا ويجتمعوا لها قاع خرصوا أرك حلقة ليش فيها من الشوابي شي ما يلحق 20 رجل ايش فيها من ياسم لو شوف البطاري. ولا اقول انه مشقية، ولكن اقول ان هناك امراضا تبعد العبد عن مجالس اهل الخير وعن دين الخير. ولذلك قال مولانا عنهم ان من الويل جاهم كامل. قال فما لهم عن التذكرة معرضين، لماذا في الدنيا كانوا ما يقدروا يتحملوا اتقوا الله ولا يذكرهم حد مولانا ما فروا منه. الله يحلم. إذن من ترك الصلاة عمدا حتى وخرج وقتها قيل خرج من الإسلام وجل درجاته، يعود عصا معصية لو قسمت على حصاة الأرض لوسعت. إذن عند من يلحق الوقت وقف عملك وصل، دافع بك وقف، سابق توقف وقف، سابق تتوقف توقف توقف، سابق تتعطل عطل، سابق تسكن اسكن، انت الدور توصل صلي، الدور تامن صلي. يطلع عليك الفجر ولا تعرف ذاك النهار شو مقدر فيه وانت رق الحيوان يتم هاني، إلي يطلع الفجر ويدخل عليه نظام نهار جديد يقوم يحرك ان الوقت ما هو وقت رقادة له مو محرك. حيوان يتم مبرك عندما ينحس بطلوع الفجر يقوم يحرك
لأن هذا الوقت ما هو وقت، معناها أن رقاد الصبيحة خطير، ما تعرف إذا النهار الجديد هو جايك بس، تلقى النهار بسؤال الملك الأعلى، وليالي من شري ما خلق الفرق الصبح، قيل أن الصبح معناها تعود بالصبح، برب الصبح اللي جايبه من الرافد له، لعل يعود انهار مصر شي شيخ بالبلاء، انت قاع مانك عالي. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها والأوقات اثنين، وقت المختار ووقت الضروري. الوقت المختار معناها ما يجايز لك توخر الظهر اني احس لانات العصر اني تعدلها ويشك، ولين قاعد تصبر ما صليت الظهر ولا المغرب، معناها ولا العصر اني صلاة المغرب وليالك ما السال رسول الله مهانا تهتز له الأفئدة أن من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من فاتت صلاة العصر ما صلاها مهارت مهارت مخلوق، ارجع له الحق ما ترى فيهم حد حي شلاه يخلقه، نكارتك وقتك فايتك فريضة، تعتبر أنك رانك أصبحت يتيما وأصبت ببلاء عظيم، فكأنما وتر أهله وماله، معناها كأنه فقد جميع اليد لبيه، اللي يبقي كامل ماذا قال صبح في الدنيا غريبا وحيدا، هذا على سبة الصلاة واحدة، فكيف بمن ضاعت صلاته كلها. الله في حلم لمرأة عندك وعيه، طفل عندك وعيه، شاشرتكم معيه لأن تعيش الأصليان اللي بلا ذنوب، وانت اللي بذنوبك قاعد معاهم، قال لي أبو الصادقة كاملي من مولانا، هذا عظيم عند الملك، دار خالق أمة من الأمم، داروا على أمة يونس، على أنهم تمنين خبرهم يونس عليه السلام قال لهم الحياة بشيكم، أولا كذبوه قالوا يا مرحب ثم ما هم عالم الشين يراه والهم أول مرعات بينهم عسمة وترى وليش علامات ما هي واضحة، تأكدوا أن هذا عذاب جايهم، حازوا على البقر وفرقوا بينهم على العشور، والأغنم فرقوا بينها مع أولادها والحيوانات مع أولادها، وفرقوا بين لمات وأولادهم وعادة يتلاقى يتعاير، فلما أن ضج خلق الله إلى الرحمن جاء الأمر من الله برد العذاب. الأمر الهمل هم مولانا رواية غريبة، وهو على أنهم يفرقوا بين المخلوقات اللي كلها يحن لها لعل أرحم الراحمين ينظر إلى هؤلاء، قام العجل يدور أمه، قامت العجلة تدور أمها، قام القيار قام لا يصايح، شاتران يروح يصايح ويدور أماته، جايهم عذاب الملك لا يصبح ويتعيد، جاء الملك أمر من الملك وقف وقف وقف، قال مولانا قال عدرت لهم رواية ما قلت عدرت لهم عدرت لهم مسابه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولقد بعد عدرناها لحد سابه، لأن أرحم الراحمين أن ينعودوا قاع يرتحم بلهم من جاب لها ولده والعجلة تعيط الدور أمه، إيه أرحم الراحمين اللي قاع قسم رحمته حتى صارت الدابة ترحم ولده، رحمة الملك وصلت إلى قلوب الدواب، عات الدابة اللي تطرح فرقشها على ولدها اللي يصغي ترفبها تقول له ما كنت شاك، ليش النسبة اللي في الدواب من الرحمة سببها صفة الرحمن اللي عات موزعة في الكون، لكانت هي ترحم فكيف بأرحم الراحم، أرحم الراحم أرحم الراحم وسعت رحمته كل شيء. إذا هذا عمن ترك الصلاة فإن تركها حتى دخل وقت الأخرى فقد عصى، وإن تركها حتى خرج وقتها بالكلية فقد باء بإثم عظيم لا يعلم قدره إلا الله. لا الملائكة جاءوا الواحد لحقوه لا يقبضوه،
فتشوا عن أعماله فلم يجدوا له عملا صالحا يلقى بها ربه والعياذ. قالوا فتشوا عدل وشكي عملية جراحية خرصها أعوام ولحمه ما وجدوا له شيء. خرصوا أهوالهم لاصق لسانه على حنقه كان يقول لا إله إلا الله. فأوثرت ذنوبه. كم حد يكرر هدي مقوطر يقولها قاعد يقولها تاك يقولها لا تخمم يقولها لا فرح يقولها لا تري يشرب يقولها عند الوكيل يقولها. قالوا إذا كانت يشهد أن لا إله إلا الله فيها لا إله إلا الله مرة واحدة تمرقك من الكفر وديرك لزريبة الإسلام. قالوا فكيف بمن قالها مرة ثانية لا يتواخذوا من منين وديروا منين ولا قالها ثالثة لا يعود مني ولا قالها ألف لا يصد علي. ولذلك قالوا على المولانا أن له يعد صفات المقربين. قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتمت الجنة ما ذكرت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. قل أن ينقرم الجنة جملة قد الحب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. انعم ثم قصينة الجنة للذاكرين الله كثير. إن تخلق ذاكرين الله كثيرا الجنة عندك. لا إله إلا الله. هذا الرنك هذا الرنك كامل حتى المسلمين والمؤمنين داروه لكم المفاتيح قاع الخير المسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات. وندارتي مقصين الاخرى صبتوا عند من انقلابت وعاد النوم قريب وبلد الخيام. ان قال وذاكرين الله كثيرا وذاكرات جات من الجهة عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. يا ربي اجعل من يا ربي اجعل من يا ربنا اجعلنا يا ربي اجعلنا من اعظمهم عندك نصيب. انا سهيت مريت بكم هذا ما ترى الاخضر الى عاد الاصفر ولا احمد ولا الشقر يا غير ندور لعل الله ان ينفعنا وينفعكم بهذا. المكينه ما تقدي ما تحرك الوث والمخلوق اللي ما تقدي مكينته ما يقدر يحرك في الطاعة ولن يقدر يعدر ياسر من الطاعة به اللي قادي ولن يعطي الشيء عن قزوال يعود عاد فيها رتماه فارق قزواله. الله يحلو ايوه قول البيت لو خر ونرجو الصلاة للضروري اعلم بيمده سيان نعذيري بنوم او نسي ولا تنفل بعد صلاة الصبح لكره الى نعم. قال ان النحرام من عن لرقاجي وخر صلانين يعود قلت لكم اخرج وقت والله يوخرها للضروري معناها ينعود عاد هو ما هم نهل الضرورة ما دعيت ضرورة لك ما جايز لوخر الوقت عن وقت معناها اصلا عن وقت. وقال ان هل انه يكون يعاد عنده عذر العذر كيفاش قال الى عاد ريب راقد والله ناسي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثتها به أنفسها ذاك موضوع آخر. وقال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ لأن وقت رقاش راقد والله وقت ساهي لا تواقنا إن نفسنا وأخطانا. عند منين دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم إيش الخبر من مولانا إنه أعطاه لك. قالوا ان اخر سورة البقرة انها طلب اطلبها النبي صلى الله عليه وسلم الاسراء واعلن وعاد الذي قدم طلب يقول له مولانا قد فعلت. وقالوا انها قاع من زين روايتها ان مولانا خارج مسرة تولاها وخارج مسرة خلاه هو يطلبها وقال له عدلها ايضا. انه اولا قالوا المؤمنون كلنا امن بالله قال انا حد كامل مؤمن بي ما يعود عنصري لكن اللي قلت له كامل انه صدق به صدق به. قالوا المؤمنون كلنا آمن بالله لعل قاعدوا حدهم سبق لهم النبي
قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون معه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن فمن لك جاب التوحيد قال خالق مصر أعطيها لكم يا الأمة المحمدية لا يكلف الله ونفسا إلا وسعها شمال قد تحدروه ما نكلفكم به قال يروني تولى مولانا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته داروا مولانا لها قالوا يا مولانا لا تسكننا عليك انت قلت انك لا ما تكلفنا لكم شي قادرين عليه طالب انا منك انك مولي تخفف عنا من شي قادرين عليه نعود قادرين طالب انا منك تخفف هي اللي تلّب الهني قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تلبتها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت طرب هو قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمرته على الذين من قبلنا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعبدك لا تتكلنا مبلي علي عفو عنا لا تفضل عينا ما تكبر واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا احنا عبد الله القهمين ولا تحاسبنا اعفو عنا وانفر لنا وارحمنا انت مولانا عند الناس ارطف بينا ولا تسكننا على روس وعاقب ياك النبي ستر ما يختار هذا الكفار يرتاح بهم انصرنا على القوم الكافرين ما رس قابلوا معهم عادهم التحتاري قال له مولانا قد فعلت اعطي شاك لا اله الا الله اذا حد راقد مرفوع عنه القلب وقالوا العلماء الشغارين قالوا قولة النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم النايم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قالوا على الكلمة رفع القلم والدل على انه كان يكتب بهل كلمة رفع القلم والدل على القلم كان قاض ويكتب يا غير يبدو على انه جاء ترخيص من مولانا وقال له يا اهل الاقلام هنا هذه الامة مرفوع عنها معناها ان التركة كان يكتب عليها وكان الراقد يكتب عليه وكان اللصه يكتب عليه يعني جات هذه الامه وتوجه فيها افضل الخلق صلى الله عليه وسلم إلي يطرم مولانا يخفف عن امته يقرا عنها 10 صلوات 10 شوف اذا الطلبه اللي تزقنا منها 10 الا بالعشرات ويعود يتمنى على مولانا امنيه ان قال لي لكن تخمم بي حقا على الله من الموت كفي لانك انت عمرك كامل عاطيه المولى قد نرى تقلبه ويبقي القبله تتحول من بيت المقدس وغار به لدمع مولانا ما يبقي عود انه طالب ويغير احكام ولكن يفجا شوش يبقي يقول له مولانا تخلاصك لكن انت متقدم معايا وانت تبقي ان القبله تحول حقا على الله انه ما يخيب لك ذاك الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى بورن عدل لك لن تبقي ولو لم تسأل الله ما إذا سألت أعطيناك وإذا تمنيت على الله لبينا لك الطلب اللهم صل عليه صلاة نفوز بها في الدنيا والآخرة والله أنتم ما كنت فاهمين الإنسان قصر وكان بير يصلي في الوقت وعقب حكم رقاد ورا حد يوعيه خلاص إلا وعقى على الوقت خريش إلا يقال السوتو ويوحى يعود احياء احد مسلم مولانا يوعي الى عاد ساعة عنها تمساهنين ما كذا ما هم حاسب الا الساعة اللي انتبه قال له مولانا اقيم الصلاة ليكري اني تذكر قو هذو لذني ساهي نايم امر كان عليها الحيط تتحرى تطهر والوقت ما فات خرج ونحو ذلك اللي اخر لضروره ما عنده مشكله حد اخر لغير ضروره ويه هذا هو معنى الكلام حد لا قاعد هو متينا علبته توه ما بيصلي المولانا قم صل قالوا علن يقال في الحكايات ولا قاع ما هو في الموضوع موسى كريم الله من مرة سارع شي من الغنم من الأول عساء كميع النعاس
صندر النص نادرة مولانا يبغى الرجال المتاع عداك براجل واقف لين اولا يطيح ليك تعاقب عنه خشباله يقول جب به الله النعاس وما حد مولانا ما يتخفر عنه ما اتنضح يقول لك يا اخي انا راك ماني نافع شي شمل وموسى كريم الله ما ادري قاعد يوعبي الناس وعنده غنم ساره حول يبقي هي وكان هالبهايس والذي بالله يحاول ربي هو قاع واقف عادي لا مرقد ما تلقى ديوعة به النعاس ولا خورقد لا يضيع لغنى ما وصل لركعتي اطوف عدى لي اياك انا اعبده من فهمت اللي بالها نستعين صلى ركعتي واستعينوا بالصبر والصلاة قالوا يا مولانا اما ادع لك لغنم انا عاجز عنها بي اشدة نعاس اما ادع لك لغنم احفظها لي انا مؤمن ولا نبقي امان تضيع ولا تتجاد نوعا صلى لك الركعات وتكوتوه من نوعا وعكيل من خلع ذا حش على الله بالغنم وياله الاغنم سارحة واحد من الذي يبهيد ودبوس لا اله الا الله حق الله تحول الذئاب رعاة الذئب بعد ان كان ضاريا اصبح حارسا امينا سبحان مقلب القلوب ومحول الاحوال سبحان من يدبر الامر من السماء الى الارض الذي خرص هو الذيب سارح يغنم يرادها وينصق عنها الذي يبلغها حار سجد المولانا شكرا حق الله انا كنت خايف على الاغنم من الذي حورت الذيب قاع سارحة هو لا مولانا سجد شكرا لله قالوا يا ربي ما هذا قالوا يا موسى كن لي اكون لك عبدي عبدي اني عبر ذا القرترو اني يطلبني من النجدة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف هو قاع ممدكم بملك واحد جايلكم انه الدنيا خلاص وارك ملك الموت اني يمشي لنواصلت هذا من لا يبقى مولانا اني يمشي ملك الموت قاع يا رامرسة كامل الف الف الاشقاع قال مأمولانا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أما النصر ما هم الملائكة ما النصر إلا من عند الله أنا هو لنصر ذلك الأخر يطرع فيما ينصر منه شيء ألف ألف هو جبريل جبريل شاي يتقدم في غزوة بدر يتبعه صنقة من الملائكة يقودها جبريل صنقة أخرى يقودها ميكائيل صنقها يقودها إسرافيل لا إله إلا الله يدخل عليه جبريل له متعمم بعمامة مدليها يصنع ذاك يا اللي ما يبقي لعمامة ملائكة لاوين عمامهم على رؤوسهم يا نور يتبرم نفسه على الصحابة يقول هم معاك إيمان يشاركوا فيها الملائكة إني أرى ملائكة يشاركون معكم في المعركة والملك ما يعرف الخبير ولا يعرف الخبطات اللي يكتروا عاد مولانا عدل له تدريب سريع ثمينيك يقول يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا برنعوكم سألقي في قلوب الذين كفروا ما تعرفوا الخبير اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بناء لا اله الا الله اخبطوهم على الرقبة وفجروا رؤوسهم واخبطوا على اسماعهم اياك ما يقضوا السيف رب العالمين يحدد لهم مواضع الضعف والطريقة التي يقطعون بها اوصال اعداء الله لا اله الا الله لا اله الا الله اذكر ربك اذا نسيت اقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري من تذكرني قم صلي قم صلي من تذكرني قم صلي إذا تعود راقد أوعى وصلي إذا تعود كنت ساهي
ما ينكتب عليك ما حد بساهي إذا تذكرقوا داروا يحكى في بعض مناقب الصالحين أن عبدا من عباد الله مات، فلما مات رؤية في المنام فسئل ما فعل الله بك، قالهم لما ميت ووضعوني في قبري دخل علي ملكان قال لي قم بإذن الله، فلما استيقظت تصورت أن هذا وقت المغرب، هو هروت وثور صلاة العصر وهروال مثل أقبر توسط لعلن الليل شماتها تصلى المغرب، وام نادم يعيش قلبه على مراقبة الوقت لعل يوقد الوقت، عند مريح حل عينيه وال مثل أقبر قال الليل قاع شما صليت المغرب، ام نادم الليل نوعة شما ذكر مراقبة الوقت، ان الملك قال صاحبه قال له صرفا صرفا قال له ارجع عنا، هذا المخلوق اليوم شي يخطر به مراقبة الوقت ومراقبة الصلاة، ارجع ارجع ما يكسر منه ذا المخلوق، قالوا على نيك المسألة اللي دائما في قلبك محدة من طاعة مولانا، عند منين يقولوا لك الملائكة قوم يرد لك مولانا للروح اللي قلبت الأطباء، عند منين تحل عينيك تجي جاهزة عندك الحالة اللي كانت أساسية في قلبك بلعت بياع وتيفاي يا هو انت هامك تملص من قبرك جايس المرصن عدلنك ليس بي بلعت العياذ بالله تشرب الخمر ده وهامك تشرب بلعت اصلا منه المرياس يحجلك انك ترود المادة العمعاء، هذا شنه الدليل؟ قالوا الدليل قصته الكهف، انهم وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها، انهم عند منين انبعث ورد لهم مولانا الروح تلاوا يتكلموا قالوا لهمه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا، وهما منخلعين ومتوصف لهم منهم لا ينكذوا وماتوا منخلعين من الملك الجبار في ذاك الزمن خايفين منه لا يقبلهم، وين ماتوا عليه عند منين وعاوا تلاوا يمشوا المنسول قالوا لهم ان يظهروا عليكم ان يطالع عليكم دور يكردوكم ويبطلوا عليكم البوليس، فماتوا وهم يخافون الملك الظالم، ولما بعثوا صارت عندهم تذكر لكن اللي كان في قلوبهم عند الموت، قالوا فدل هذا على ان ما كان في قلبك حاضرا جائزة انك عند البعث لهو انت ما تروح قدامك، لا ما يعود الحاضر عندك دائما هو لا مراقبة الخير وفعل الخير والطاعة، لعل تدركك الموت لهو عندك مكينتك الجاهز فيها الا مراقبة الطاعة، والله ما فهمتوه ايوة زوز بيت اخر الى عاد الوقت مازال من تفسير الوقت انتهى ها ايوة خلاص وخلاص لما ترى قادين نزيد شوف مادة شوف مدنية شوف مدنية ينفعها مولانا يعود واحد منها كلمة واحدة قاعد تمشي معاه حتى يلقى الله ما ترى توقد عليها بدل ما ترى تصحى من قلب لا ترى نفسه له تغلبه وترى هواه أحيتم يذكر يا الذي قالكم أمثلة من كتاب الله أمثلة من سيرة الأنبياء أمثلة من سيرة الصديقين والصالحين أمثلة من الوعيد والوعد ترغيب وترهيب تخويف وتطمع مرضات مولانا ورضا مولانا إياك اللي منها داير لمولانا حياته في قلبه ينتفع نرجو الله أن ينفعنا بما نقول وينفعكم وغيركم بما تسمعون وأن يجعل ذلك حجة لنا بين يديه وأمنا لنا من كل مكروه، وركنا هنا ختم بالدعاء وطالب منكم دائما وأبدا ثم تسألوني مولانا قضاء الحوائج والأمن من كل مكروه، وأن مولانا يحقق لنا جميع ما نرجوه وفوق ما نرجوه من عظيم العافية وقوة الإيمان والتسديد في الأقوال والأعمال، وأن يجعل حياتنا مملوءة بالطاعات والقربات، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقى بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء، إنه سميع مجيب. ما هنا ختم بالدعاء، استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد،
كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا 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 يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تذوقنا من بل الآخر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اللهم لا تذوقنا من بل الآخر يا رب لا تذوقنا من بل الآخر ولا هم الا فرجته في الدنيا والاخره عاشر الى الله بالعافيه والسرور. يا رب لا تركنا هم الا فرجته. يا رب اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا ويهاب همومنا وهمومنا. اللهم اجعل القران العظيم امنا لنا من كل سوء وفوزا لنا في الدنيا والاخره ونصرا على الاعداء والامن من البلاء ومن الشقاء ومن كل سوء احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم اجعله امنا لنا من كل مكروه. اللهم امنا به من كل مكروه واجعله امنا لنا من كل سوء انك سميع مجيب. لا تذوق لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا ستر. يا رب لا تذوق لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. استر عيوبنا واكشف كرباتنا واصلح جميع شؤوننا. لا تذوق لنا عيبا الا ستر ولا دينا الا اديته. يا رب لا تذوق لنا عيبا في الدنيا او تقصيرا في حقك وحق غيرك الا غفرته وسترته وتجاوزت عنه واصلحت امره وكفيتنا شانه في الدنيا والاخره. لا تذوق لنا عيبا الا ستر ولا دينا الا اديته. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا ربي اغننا بك عما سواك. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. لا تذوق لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. يا ربي من كاد لنا تركد له. يا ربي كن شريعا على اعدائنا. اللهم من والانا فوالي ومن عادانا فعادي. اللهم من كاد لنا تركد له ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام. اللهم من اراد بسوء فعاجله بانتقام. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك وفي النفس وفي جميع ما اعطيتنا دائما وابدا في اشر خلقك. لا تترك لنا عدوا الا كفيت ولا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا في النفس وفي جميع العطيه من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا. هب لنا سعاده المحيا وسعاده الممات انك مجيب الدعوات. اللهم اجعل دعاءنا يرد. 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 وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم منا الدعاء ومنك الاجابة. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.